الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. صدق الله العظيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق الله العظيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. صدق الله العظيم. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم
بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم وما
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان لا وزر
إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه إذا بلغت التراقي.
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى جعل منه الزوجين الذكر والأنثى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى Thank you.
الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي صدق الله العظيم الفاتحة أي عبدك يا رب الله سوى حريصا على الدنيا والموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحظة والثرى ويوم العبوس انت تشهد فيه النواصية لو ان عمر مر على النبي ثياب من التقى تجرد عريانه ولو كان كاسيا يا
الدنيا لو ان الدنيا تدمو لاهلها لكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم حي وباقيه، لكنها تفنى وفنى نعيمها هو تبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ايها الساده، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوه القران ليس لها حد. آية بينكم أيكم الحكيم، تلا عليكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الغني أحمد الجنبي القارئ والمقيم بقارئة الجنبة التابع المركز ومدينة حشيسة. أما بذلك على صوت الضوء والفراش الحديثة الكبرى والمعرض الفني، فقدمنا بالكم من محلات معارض ومخازن الحاج محمد عبد الجواد أبو مريم المقيم بنفس هذه البلدة. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله وسعاكم جميعا، وإن شاء الله ما فيش قعدة بكرة.